نستخدم النافيجيشن رينج للتحكم بموقع نموذج الجسم. نضغط على زر بلس وزر ماينس لتكبير أو تصغير الجسم. يستخدم زر الكاميرا لزيادة أو تقليل الكاميرا ديبث، ما يسمح بمشاهدة البنى الصغيرة في الجسم. مثل بناء الميدل إير. تستخدم الدايركشنال أروز لتحريك الجسم ثلاثي الأبعاد للأعلى والأسفل واليمين واليسار. ويستخدم زر هوم لإعادة ضبط الجسم ومنظر الكاميرا إلى الموقع الافتراضي. يستخدم زر الهاند لتحريك النافيجيشن رينج على الشاشة. ويستخدم زر كلوز لإغلاق النافيجيشن رينج.